الحلق يؤكد لإعلاميين وسياسيين ومفكرين رؤوس عمق العلاقات السورية الروسية وتميزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. إيران: الغرب أدرك أنه لن يستطيع كسر إرادة سوريا وندعم مسار الحكومة لحل الأزمة سياسيا. وسط اللهاث الفرنسي البريطاني لتجنيد مرتزقتها، أستراليا تدرج جبهة النصرة على قائمتها السوداء للإرهاب. عم نخدم الشعب هذا، إن هذا. طيب هالعالم ما بدها تحكي؟ بلدنا هذا. صناديد قواتنا يواصلون مهامهم في بسط الأمن والأمان، وورشات أعمار ما دمره الإرهابيون تسارع خطاها. منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا: الحكومة السورية تقوم بجهود مقدرة لتأمين احتياجات المتضررين من الأزمة التي يجب حلها سياسيا. مجندات الاحتلال الإسرائيلي يدنسن الأقصى المبارك، ووزير استيطانه يتوعد بزيادة رقعته. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية. أهلا بكم. حين تبدأ لعبة تدوير الزوايا تتسع الرؤية عند السياسيين وصناع القرار. وحدهم قصيرو النظر والحمقى، وهواة السياسة الخائبة تضيق بهم السبل. هذا الحال ينطبق بحرفيته على الساسة البريطانيين والفرنسيين معا، ويشاطرهم في الحماقة ذاتها بالطبع من باع واشترى بماله ليرى بعيون ليست له، ومن استعاض عن عقله وتفكيره بما يأتيه في الأوامر المعلبة. بمقدور حليفي الماضي الاستعماري البغيض أن ينظرا في السياسة والأعلام وأن يتفحصا في التحليل والاستنتاج، لكن ليس بمقدورهما أبدا أن يقنعا أحدا في هذا العالم أن تسليح الإرهابيين يمكن أن يوقف العنف أو أن يدفع نحو الحوار. وقد يكون لديهما متسع من الوقت للكذب على الفرنسيين والبريطانيين، وهذا برسم الشعبين الفرنسي والبريطاني اللذين اعتادا تقديم الحل بطريقتهما، لكن لم يعد واردا ولا هو مسموح به أن يصل النفاق إلى هذه الدرجة. الحجة البريطانية الفرنسية تبدو فعلا أقبح من الذنب ذاته، رغم أن فيه ما يكفي ليكون الأقبح في تاريخ السياسة الحديث، لكن الحجة جاءت لتؤكد أن هناك ما هو أقبح. ليس صعبا أن نكتشف مناخ الهرطقة السياسية والمراوبة في مقاربات الأحداث والتطورات، وليس غائبا عن الذهن ولا هو خارج الاعتبار أن القرينة بحد ذاتها هي فعل إدانة لا أحد يخطئ في قراءته. ما يصدر من تعرجات من أجل لي عمق الحقيقة لن يوقف تدوير الزوايا، وإن كان يجعل من زوايا الرؤية مواربة أو ضبابية، وخصوصا للحمقى وسياسي الصدفة، وما يجري من انهراسات يقرب الحقيقة المتلازمة معها بأن العجلة حين تدور لابد أن تتحرك القافلة. وفي المشهدين المحلي بسوريته والدولي بأطرافه الجادة والفاعلة ثمة عجلة تدور وقافلة تسير، وخلفهما أصوات وضجيج، بعضها أقرب إلى صراخ المستغيث وبعضها يطابق أشياء أخرى. الخطوات نحو الحوار بدأت، ورؤية الحل السياسي تتقاطع وتستحضر الإجماع، والمرتكبون وأتباعهم ومرتزقتهم لهم ذنوبهم وقبح حججهم بالصراخ كان أم بسواه. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء يؤكد عمق العلاقات السورية الروسية وتميزها في مختلف المجالات، مبينا أنها تشهد تطورا مستمرا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال لقائه وفدا روسيا يضم إعلاميين ومحللين سياسيين ومفكرين برئاسة ألكسندر بروخانوف رئيس تحرير مجلة زفاترا.
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات السورية الروسية وتميزها في مختلف المجالات، مبينا تقدير الحكومة والشعب في سوريا للموقف الروسي المبدئي والثابت في كل المنابر الدولية تجاه الأحداث التي تجري في سوريا. وخلال لقائه وفدا روسيا يضم إعلاميين ومحللين سياسيين ومفكرين برئاسة ألكسندر بروخانوف رئيس تحرير مجلة زافترا، استعرض الحلق الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لحل الأزمة من خلال تنفيذ البرنامج السياسي، مبينا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في طريقها لإطلاق عملية الحوار الوطني الشامل. نحن متفائلون بأننا قطعنا خطوات جيدة في إطار الحوار خلال الأسابيع الماضية، والأسابيع المقبلة سيكون هناك أيضا لقاءات واختراقات جيدة يمكن أن تساهم إلى رؤى قريبة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي هو أصبح مطلب لكل السوريين الوطنيين الذين ينشدون الحياة الآمنة المستقرة وينبذون العنف بكل أشكاله. وزير الإعلام عمران الزعبي التقى الوفد الروسي وتركز الحديث حول الأحداث الجارية في سوريا، وأكد أعضاء الوفد على موقف بلادهم الرسمي والشعبي الرافض للتدخل الخارجي في شؤون سوريا وعلى سبل الحل الأمثل الذي يحققه الحراك السياسي البناء والهادف لبناء سوريا متجددة بمشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية. الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين شدد خلال لقائه الوفد الإعلامي الروسي على عمق العلاقات التي تربط سوريا مع روسيا الاتحادية والمستندة إلى مبادئ راسخة وثابتة، وأشار المقداد إلى أن التدخل الخارجي هو العنصر الأساسي في تأجيج ما يجري في سوريا حاليا. أعضاء الوفد بيّنوا أنهم اطلعوا على حجم المؤامرة التي تحاك ضد سوريا وشاهدوا ما يجري على الأرض بعيدا عن التضليل والتزوير الإعلامي. أصبح واضحا أكثر وضوحا السياسة التي تنتهجها سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في التصدي للمجموعات الإرهابية في سوريا. الحرب الإعلامية هي جزء من الحرب الحقيقية. زيارة الوفد الروسي المؤلف من 13 شخصا تستمر ليوم الجمعة القادم. تأتي زيارة الوفد الروسي تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب السوري وليروا حقيقة ما يجري على أرض الواقع من خلال متابعاتهم ومشاهداتهم. أنس طبل لإخبار تلفزيون السوري دمشق. وزير الصحة الدكتور سعد النايف بحث مع السفير الروسي بدمشق عظمة الله كول محمدوف آليات تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال تسهيل وتسريع تأمين الاحتياجات الدوائية النوعية. السفير الروسي أعرب عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع سوريا، ولا سيما دعم القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات الصحية من دواء ومستلزمات طبية. واقترح الوزير النايف إمكانية توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بتسجيل الدواء مع الجانب الروسي بهدف تسهيل تبادل المنتجات الطبية الدوائية وفتح أسواق البلدين لهذه المنتجات، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل المنظمات الدولية والدول الصديقة على إيصال الصورة الحقيقية لما يجري على أرض الواقع في سوريا، ولا سيما من جهة استهداف المجموعات الإرهابية للقطاعات الخدمية والصحية. ركزنا معه أيضا في ضرورة التبادل بين البلدين الصديقين في موضوع الدواء، وبالفترة الماضية القريبة الحقيقة تم توقيع اتفاقية مماثلة في عند صديقة إيران حول موضوع التبادل الدوائي، بحيث الدواء المسجل في سوريا هو حتما مسجل في إيران والعكس صحيح. طلبنا من السفير الروسي أن تبادر روسيا إلى توقيع مثل هذه الاتفاقية مع سوريا. مؤخرا اجت الطائرة الأخرى بالمساعدات الإنسانية لشعب سوريا الصديق، وهذه ليست الوجبة الأولى من تلك المساعدات، وإنما هي كانت مواصلة لهذه العملية وسوف تليها الوجبات الأخرى. وفي روسيا أعلن الكرملين أن تطور الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا والملف النووي الإيراني ستكون على رأس جدول أعمال قمة الرئيسين الصيني والروسي. وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الصيني الجديد شي جين بيانغ سيزور موسكو خلال الفترة ما بين 22
الرابع والعشرين من آذار الحالي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف الكرملين أن الرئيسين بوتين وجين بيانغ سيبحثان أيضا القضية الأفغانية والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا عموما، إضافة إلى أهم قضايا التعاون الثنائي. كما سيوقع الجانبان عددا من الاتفاقات الثنائية بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشار الكرملين إلى أن القمة الروسية الصينية في موسكو ستركز أيضا على تطوير التعاون الروسي الصيني في إطار الأمم المتحدة ومجموعتي العشرين وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ. وفي سياق متصل، أعلن مصدر دبلوماسي عسكري روسي أن مجموعة من سفن أسطول بحر البلطيق الروسي بقوام سفينة حراسة وسفينتي إنزال كبيرتين قامت في الرابع عشر من الشهر الجاري بزيارة عمل إلى ميناء بيروت، وغادرت اليوم المياه اللبنانية باتجاه ميناء طرطوس لتنفيذ مهام خاصة. كما أعلن القائد العام للأسطول البحري الروسي الأدميرال فيكتور تشورغوف أمس، أعلن أن البحرية الروسية ستبقي ما بين 5 إلى 6 سفن حربية في مياه البحر المتوسط، وذلك لحماية مصالح روسيا في المنطقة. من المخطط وضع 5 أو 6 سفن في البحر المتوسط بشكل دائم، وهي سفن كبيرة مضادة للصواريخ، فضلا عن سفن الحراسة وأخرى للدعم، أو حتى في المستقبل ستكون فرقاطات وطرادات. بالطبع إن أسطول البحر الأسود سيكون أساسا لذلك، وستتم الإدارة من خلال قيادة أسطول البحر الأسود، بينما يتضمن تشكيل سفن البحرين الشمالي والأسود وبحر البلطيق. في طهران، أكد سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الغرب أدرك أنه لن يستطيع كسر إرادة سوريا وهي أقوى مما يتصورون، مضيفا أن دعم الدول الغربية للإرهاب في سوريا أدى إلى زحف الإرهابيين آلاف الكيلومترات ليصبحوا على أبواب أوروبا. وخلال لقائه السفير السوري في طهران عدنان محمود، جدد جليلي دعم بلاده للمسار الذي تخطو به الحكومة السورية لحل الأزمة وفق برنامج سياسي متكامل، لافتا إلى أن العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين سوريا وإيران هي مصدر قوة لهما، وأن صمود سوريا لمدة عامين يعود إلى تجذر العلاقة بين الشعب وقيادته المتمسكة بسيادة سوريا التي تقف في خط المواجهة الأول مع الكيان الصهيوني. السفير محمود أشار إلى أهمية متابعة العمل لترجمة العلاقات الاستراتيجية في تعزيز مقومات صمود الشعب السوري، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص. وفي إطار مواجهتها للحرب التي يشنها الغرب ضد التقدم العلمي الإيراني، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية 18 شخصا متورطين في عمليات اغتيال علماء نوويين إيرانيين. وقال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولة أبادي إن وزارة الأمن الإيرانية باعتقال المتورطين أحبطت خططا لأجهزة التجسس الصهيونية والأمريكية لتوجيه ضربات إلى إيران، وأفشلت الكثير من الدسائس الأمنية، لافتا إلى أن المعتقلين سيحالون قريبا إلى المحكمة لأخذ جزائهم. أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن أي تدخل خارجي فيها سيعقد الوضع وستكون له عواقب وخيمة على الدول المجاورة. وقال فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس أن الرئيس أكد خلال لقائه الرئيس المصري محمد مرسي في إسلام أباد أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سوريا وبقيادة السوريين أنفسهم، داعيا إلى وقف العنف في سوريا. وأبدى زرداري استعداد بلاده للعب في دور إيجابي لحل أزمة في سوريا. في ثاني إجراء من نوعه عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أستراليا إدراج جبهة النصرة الإرهابية التكفيرية في قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية، ويقضي هذا الإجراء بحرمان هذه المجموعات الإرهابية من التمويل والدعم. وأكد وزير الخارجية الأسترالي بوب كار إنه مع وجود 5000 مقاتل تابع لهذه المنظمة في سوريا، بات لدى هذه المنظمة سجل حافل بالهجمات الانتحارية والتفجيرات، ليس فقط ضد الجيش السوري وإنما أيضا ضد المدنيين، لافتا إلى وجود أدلة على وجود روابط مباشرة بين هذه المجموعة الإرهابية وتنظيم القاعدة في العراق الذي يزودها بالسلاح
والمسلحين والعتاد. في ريف دمشق اشتبكت وحدات من قواتنا الباسلة مع مجموعة إرهابية عند دوار المناشر بحي جوبر، قضت على عدد من الإرهابيين عرف منهم علي جاموس متزعم مجموعة إرهابية، إضافة إلى الإرهابيين منير ضبعان منصور إدريس، وإلى إصابة أحد مشايخ الإرهابيين ويدعى صالح وإرهابي آخر يلقب أبو عمر الزبداني ينتمي إلى ما يسمى لواء الإسلام. وفي مزارع الشيفونية وعليا بمنطقة دوما أردت قواتنا الباسلة ثلاثة من متزعمي مجموعات إرهابية ينتمون إلى ما يسمى لواء الإسلام، هم محمد بتول، سالم الحمصي، أحمد علوش، إضافة إلى الإرهابي حسن طالب عضو ما يسمى المجلس الشرعي في دوما. وفي إطار استهداف الإرهابيين للمناطق السكنية والممتلكات الخاصة والعامة، فجرت مجموعة إرهابية مسلحة عبوة ناسفة ألصقتها أسفل سيارة بمنطقة البرامكة المكتظة بالسكان في دمشق، وأسفرت العبوة أو الانفجار عن إصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة وأضرار مادية في بعض المنازل والمحال المجاورة. شغلت السيارة وانفجرت. سيارة مصفوفة. وين ما رحنا الإرهاب الحقنا والله. والله قوي هالدولة، والله يحمي الشعب ويحمي هالدولة. وبنروح بالدمنا فيك يا بشار. ونحن كلياتنا في ذا الوطن. أنا ابن حلب. أنا ابن حلب، أخوتي كلها بالجيش، وكلياتنا في ذا الجيش، وكلياتنا في ذا الوطن. أنا دمي للوطن. دمي وروحي للوطن هاد. والله كنت أنا وأخي عم نشتغل بالبرامكة، نحن شغالين بالسيارة. فما لقيت غير إلا شيء طلع صوت ضخم، وأخي مسطح بنص الشارع وعم بيعيي. أنا شفت عينك، إيدي كانت عم تشر دم. ركضت عليه وجينا لهون، سيارة مفخخينا. بدون انا ما نقعد بهالبلد مرتاحين، هيك بدون هيك بس يشوفوا الدم السوري هيك عم ينهدر بينبسطوا. إرادة الحياة عند السوريين أقوى من قوى الشر والإرهاب، ومحافظة دير الزور بصمودها بوجه الإرهاب وإعادة ترميم سكانها للحياة بكل تفاصيلها هي شاهد حي. دير الزور أرادوها تجار الدم الإرهابيون هكذا، فأبت بصمود أهلها وتمسكهم بالحياة وبالوطن وتضحيات الجيش العربي السوري إلا أن تكون هكذا. هذه المشاهد رصدتها كاميرا تلفزيون السوري كما وثقتها عين الواقع، وعبر عنها أهالي المدينة من متسوقين وطلبة وموظفين بحركتهم الاعتيادية اليومية بما تحمله من نشاطات حياتية واجتماعية تشوبها رغبة عارمة بعودة الأمان الكلي للمدينة والتخلص من إرهاب المجموعات المسلحة. شهدت دير الزور توسعا كبيرا بالبناء لا سيما بمحاذاة نهر الفرات وضمن البادية، وتطورت اقتصاديا وصناعيا ما زاد من حقد الإرهابيين التكفيريين الذين اتبعوا أسلوب التدمير الممنهج لبناها التحتية بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. لكن عبثا يحاولون، هنا بناة سوريا من أصغر وحدة إدارية لأكبرها مصرون على ترميم ما خربته يد الإرهاب القذرة، فها هم عمال صيانة الاتصالات وتقنيوها يجهدون لتجاوز آثار الإرهاب على هذا القطاع بما يشمل أجهزة ومعدات وشركات، ويعيدون تشغيل خطوط الهاتف وتلبية رغبات المواطنين. اللي شافه يقول هذا ما يشتغل المقسم، والحمد لله الله يسر الامور واشتغلنا صارنا به اكثر من شهر واحنا نوقف بالخزون وتبليط ارضيته وعم نخدم الشعب هذا. إن هذا طيب هالعالم ما بدها تحكي بلدنا هذا. بالنسبه للمقسم الثاني بالشهر السابع عام 2012 تعرض لعمل تخريبي، نتيجته المقسم يعني طلع برا الخدمه، والحمد لله يعني بجهود الشباب من شيء 4 أيام وضع المقسم الثاني بالخدمه ب 17,000 مشترك، وربطنا اكثر من مركز ريفي، مركز مو حسن ومركز البوليل والميادين.
أيام عصيبة مرت على مدينة دير الزور بعد أن دنسها ثوار الناتو التكفيريون، لكن كما نهر الفرات الجاري في أراضيها كانت ولا تزال قوية معطاءة صامدة. وفي درعا قضت قواتنا الباسلة على أعداد من الإرهابيين في درعا البلد ومعربة وخراب الشحم والنعيمة وجملة والشجرة وخربة غزالة وصيدا. عرف منهم راتب الخريسات أردني الجنسية وتامر الربداوي أردني الجنسية أيضا وأحمد الطراوني والإرهابي أحمد خالد البريدي وعلي المتعب وخالد عبد النصيرات وخالد عبد الله الأحمد وحاتم محمد علي المحاميد ومزيد محمود الفلاح ومحمد محمود كيوان متزعم مجموعة إرهابية في قرية خراب الشحم. منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا تعقد مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على عملها خلال السنتين الماضيتين، ورسالة موجهة للدول العربية والغربية المنشغلة بتنفيذ مخططاتها السياسية في سوريا بضرورة استيقاظ الضمير الإنساني فيها. المجتمع الدولي المنشغل منذ سنتين بالجانب السياسي للأزمة في سوريا وسيناريوهات حلها المتقلبة وفق مصالحه وأهوائه تناسى الجانب الإنساني الأساس في وجوده، لتأتي منظماته العاملة في سوريا مذكرة له ولضرورة استيقاظ وإيفاء واجبه الإنساني تجاه الشعب السوري الذي عرف ولا زال بكرمه واستضافته لكل مشرد ولاجئ عبر العالم. هناك نقص فادح في تمويل العمليات الإنسانية، فالإمكانيات المتاحة والموارد المخصصة لعمليات الاستجابة الإنسانية أقل بكثير من الحاجيات، والمجتمع الدولي لا يزال يعطي أهمية أكبر للجانب السياسي والعسكري والأمني والسيناريوهات الممكنة أكثر بكثير مما يعطيه لتمويل الجوانب الإنسانية. أما العرب الذين تجمعهم بالسوريين علاقات الدم والجغرافيا والعروبة فقد باتوا أكثر انشغالا وانغماسا بالتسليح والدمار والخراب لشعب سوريا، مرددين في مؤتمراتهم شعارات رنانة عن الإنسانية لم تلقى منهم حتى المنظمات الدولية سوى الصدى. توجهنا إلى الكويت لحضور مؤتمر للتعهدات بالتبرع، لم نتلقى أي مبلغ حتى الآن بالرغم من المعاناة المستمرة للشعب السوري. شح المساعدات الإنسانية وتخاذل بعض الدول وانشغالها بتنفيذ مخططاتها وقف حائلا دون إنجاز عمل المنظمات الأممية على أكمل وجه، ليأتي دور الإرهاب مكملا لتنفيذ تلك المخططات حائلا دون وصول المساعدات إلى جميع المتضررين. لقد برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على قوافل العمل الإنساني وأفراده وممتلكاته. هذا الضرب من الإجرام يجب أن يتوقف فورا. إن الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني يعد جريمة حرب، ونحن نحذر القائمين به من مغبة السير في هذا الطريق. وبرغم جهود منظمات الأمم المتحدة فإن أكبر وأعظم الجهود في المجال الإنساني هو ما ظلت تقدمه فئات الشعب السوري المختلفة للمتضررين، فهنالك مئات الأسر التي تقوم برغم الظروف الصعبة باستضافة أسر أخرى، كما تقوم الحكومة وأجهزتها بجهد مقدر لمقابلة احتياجات المتضررين. نتيجة توصلت لها منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا بعد سنتين من عمر الأزمة فيها، مفادها أن الشعب السوري هو الوحيد المعني بأزمته والقادر على حلها واستيعابها بأخلاقه وكرمه وحضارته المعهودة، فأزمته ليست إنسانية إنما هي أزمة ضمير عالمي. مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في منظمة اليونيسيف ماريا كالفيس تبحث مع وزراء الإدارة المحلية والتربية والصحة تعزيز التعاون. تعزيز التعاون بما يخدم قضايا الطفولة والتخفيف من تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد على المدارس وعلى مراكز الإيواء. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلوانجي خلال لقائه السيدة كاليفيس والوفد المرافق
أهمية التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة العاملة في سوريا الناشطة في المجال العمل الإنساني، لافتا إلى أهمية الجهود الإغاثية المقدمة من قبل منظمة اليونيسيف للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة من جراء ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة. بحثنا مع المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوجه التعاون التي سنقوم بتوقيع خطة العمل لها خلال الأسبوع القادم، وهي تتمثل في تقديم محطات معالجة صغيرة لمراكز الإيواء ولأماكن تجمع الأسر المتضررة والتي انتقلت إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لمؤسسات الخدمية لتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه. الدكتور هزوان الوز وزير التربية بحث مع كاليفيز مشاريع التعاون بين الوزارة والمنظمة بما يساهم في إعادة تأهيل المدارس المتضررة من جراء الإرهاب، مبينا في عرض قدمه أن الأضرار المادية التي عانى منها قطاع التربية بلغت نحو 60 مليار ليرة سورية. تم التأكيد على الأولويات التي بحاجة إلى الدعم وزارة التربية. بالبند الأول هو ما يتعلق بترميم المدارس التي خرجت من الخدمة حتى يعود الأطفال إليها، خاصة في المناطق التي أصبحت آمنة الآن، وأيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. كما هي أشارت بأنه في ظل هذه الظروف الصعبة والأزمة مضى عليها عامان في سوريا، والحمد لله أن العام الدراسي مستمر وافتتاح العام الدراسي واستمراره هو رهان سوريا الرابح. فيما تركزت مباحثات الدكتور سعد النايف وزير الصحة مع كاليفيس حول مساهمة المنظمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المائية والكهربائية وآلية ترحيل القمامة، نظرا لأثرها السلبي المباشر على الاستقرار الطبي وانتشار الأوبئة وخاصة في فصل الصيف. طلبنا من تلك المنظمات الدولية بشكل عام في تحمل مسؤولياتها في إعادة التأهيل والترميم لبعض المنشآت الصحية التي تضررت من كل النواحي سواء المشافي أو المراكز الصحية، كما طلبنا منهم تعزيز رفضنا باللقاحات الضرورية والأدوية النوعية الخاصة. ماريا كاليفيز أشارت إلى أن الخطط والبرامج التي تنفذها المنظمة والوزارات تسير على نحو جيد، وأن المنظمة مستعدة للتعاون لإيصال المساعدات وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين. الهدف من الزيارة هو تطبيق برنامج صحي للنهوض بواقع مراكز إيواء المهجرين، ويتضمن هذا البرنامج إيصال المياه الصالحة للشرب إلى مراكز الإيواء في معظم المحافظات، وأيضا هناك برامج أخرى ومنها تسيير النفايات الصلبة وبرنامج الصرف الصحي. على الرغم من كل الظروف التي يعانيها السوريون بسبب الحرب الكونية الإرهابية التي يتعرض لها وطنهم، يصرون على التعاضد والتلاحم فيما بينهم لتجاوز الأزمة وقهر الإرهاب وداعميه. لم يسلم قطاع التربية والمدارس التابعة له من حقد العصابات المسلحة وإرهاب أعداء الأبجدية والمعرفة والحضارة الذي يستهدف مشاعل العلم في سوريا. من يطلع على الأضرار التي أصابت القطاع التربوي نتيجة الأعمال الإرهابية لا يمكن إلا أن يصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن الإرهابيين والتكفيريين هم أعداء العلم والمعرفة، حيث بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية في المدارس والمنشآت التعليمية والممتلكات التابعة لمديرية تربية ريف دمشق 1,197,425,000 ليرة. حيال الواقع الأليم نتيجة الأعمال الإرهابية، اتخذت وزارة التربية وبعض جهات القطاع العام إجراءات سريعة وبناءة على أكثر من صعيد للتعامل مع ما نتج عن الأعمال الإرهابية. ففي دراسة أجرتها مديرية التربية حول حجم وقيمة الأضرار التي طالت الأبنية والممتلكات التابعة لها منذ بداية الأزمة حتى الآن، قدرت كلفة إعادة بناء المدارس التي تعرضت لتدمير كلي والبالغ عددها 15 مدرسة نحو 375,000,000 ليرة، وكلفة إعادة تأهيل المدارس التي تعرضت لتدمير جزئي والبالغ عددها 122 مدرسة نحو 183,000,000 ليرة. كما بلغت كلفة أثاث المدارس والمنشآت التعليمية التي تعرضت لأعمال تخريب أو سرقة في 227 مدرسة نحو 504 ملايين.
وكلفة تخريب وسرقة الوسائل التعليمية في 241 مدرسة نحو 72 مليون و336 ألف ليرة. وأكدت مديرية التربية أن المجموعات الإرهابية المسلحة سرقت 5 سيارات قيمتها التقديرية تصل إلى 3 ملايين ليرة، إضافة إلى إصلاح سيارتين تعرضتا لأعمال تخريب بقيمة 200 ألف ليرة. يشار إلى أن كلفة إعادة تأهيل المدارس المتضررة والبالغ عددها 180 مدرسة خلال العام الماضي بلغت 60 مليون ليرة. أعداء الحضارة بل هم أعداء الإنسان والعلم، وإلا فعلى أي أساس يدمرون المدارس وهي مناهل العلم والمعرفة؟ لكن سورية ستبقى صامدة في وجه الإرهاب بدءا بطلابها الصغار وانتهاءا بأكبر شيخ فيها. في حمص زار وفد من مفوضية الأمم المتحدة برئاسة يوكا أكاساكا المحافظة واطلع على أوضاع المهجرين الذين اضطروا للخروج من منازلهم بسبب إرهاب المجموعات المسلحة. وطلب محافظ حمص منير محمد أحمد المنظمات الدولية بإيصال المساعدات لكل المواطنين في حمص وفتح فروع في المحافظة، متسائلا عن سبب تأخرها في واجباتها الإغاثية تجاه السوريين، علما أن سوريا من الدول المانحة لهذه المنظمات، مبديا استعداد المحافظة للتعاون معها ومع غيرها من المنظمات. وفي ريف حمص قضت وحدة من قواتنا الباسلة على عدد من أفراد مجموعة إرهابية في قرية الزنارية بالقصير، عرف منهم خالد الراعي الملقب بأبو حسين وهو من أخطر الإرهابيين في القصير. كما ألقت الجهات المختصة القبضة عند مفرق الحايك على محمد فيصل هلال ويحيى فرحان الخولي وهما من المطلوبين بجرم تهريب الأسلحة. محافظة حلب تبدأ حملة التلقيح الوطنية بعد إنهاء جميع المتطلبات اللازمة، ومديرية صحة حلب تؤكد أن كميات الدواء التي وصلت للمحافظة تسد جميع حاجات المواطنين. أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد أن المحافظة تقدم الدعم اللازم لإنجاح حملة اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة والتربية، وتعمل على إيصال اللقاح لجميع الأطفال في جميع أرجاء المحافظة بغض النظر عن أماكن سكنهم. نطمئن كل أهالي حلب بأن الأدوية متوفرة ومتوفرة بشكل جيد جدا حتى لثلاث أشهر وستة أشهر في بعض الأدوية. طبعا نحن الحاجة دائما لتكون عنا أدوية دائما متوفرة لكل المواطنين، ولا سيما الأمراض مثل السكر مثل الليشمانيا. اللقاحات، حملة لقاحات بديناها اليوم، وأنا بطمن كل أهالي محافظة حلب أن اللقاح سيصل لكل أنحاء المحافظة من منبج عين العرب إلى جرابلس إلى أزاز إلى عفرين إلى كل أنحاء المحافظة. اللقاح للجميع، اللقاح للجميع. مدير صحة حلب الدكتور وضاح حسين أوضح أن حملة التلقيح تشمل الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 15 سنة، بينما يشمل تلقيح طلاب المدارس تلاميذ الصفوف من الأول إلى السادس موزعين على ثلاث فئات. رح أحكي أول شيء على شحنة الأدوية والتجهيزات التي وصلت من وزارة الصحة، هي عبارة عن 28 طن من التجهيزات والأدوية إضافة للقاحات. فيها أدوية متنوعة للأمراض المزمنة والسارية، وفيها تجهيزات للإسعاف وللمشافي وللمراكز الصحية وللصحة الإنجابية. من جهة أخرى اطلع محافظ حلب على سير العمل في مشفى الرازي ومستودعات الأدوية وشحنة الأدوية والأجهزة الطبية التي وصلت إلى المحافظة مؤخرا. أشهد عن الأدوية ولائمة هدول هي الكمية اللي اجتنا أمس بحدود 1400 طرد. نعم. 28 طن، يعني ممكن اعتبر حالي مرتاح مالي في يعني عمليا في منهم مثلا يمكن يكفون لست شهور، في منهم لثلاث شهور. ثلاث شهور. طيب ماشي. طبعا هي بالاضافه للادويه الموجوده عندنا هي سابقه مثل ادويه الانسولين وادويه السكر وكذا، هي عندنا ادويه بتكفينا لست شهور، السيرومات عندنا ادويه بتكفينا، صرنا بحاجه لادويه اكثر للعمل. نحن جاهزين. جاهزين. وهذول الطلبيه مو اخر طلبيه، يعني هي عم نستجر بشكل دائم. محافظ حلب اكد اهميه العمل الدؤوب لرفع سويه وجوده الخدمات التي تقدمها المشافي الحكوميه، وضروره الحفاظ على مخزون دائم من الادويه لتقديم افضل الرعايه الصحيه للمرضى. وفي حلب قضت وحدات من قواتنا المسلحة على أعداد من الإرهابيين في الراموسة، عرف منهم محمود غزال متزعم ما يسمى لواء الحق، وبالقرب من أوتوستراد الصاخور سقط عشرات الإرهابيين
التابعين لجبهة النصرة قتلى ومصابين إثر اقتتال بين مجموعتين إرهابيتين على تقاسم مسروقات وأموال نهبوها من منازل المواطنين والأهالي. عرف منهم عامر الحنان الملقب بالفرهودي متزعم إحدى المجموعات الإرهابية. ومعنا من حلب لمتابعة آخر بطولات قواتنا المسلحة مراسل الأخبار شادي حلوة. مساء الخير شادي، وحبذا لو تضعنا في صورة أهم الأحداث اليوم في حلب وريفها. مساء الخير لك أحمد ولكنانة ولكل مشاهدي الفضائية السورية. قبل أن أدخل بعمليات الجيش العربي السوري العسكرية على الأرض، الحقيقة يعني وبكل صراحة ترفع القبعة لمحافظ حلب محمد وحيد عقاد الذي يعني يؤمن كل التسهيلات لمديرية صحة حلب في مجال تأمين الأدوية والشراء المباشر من السوق. واليوم فعلا كانت جولة جدا مفيدة في كل المشافي واجتماع مع كل مدراء المشافي التي المتواجدة والتي تؤمن الخدمات على مدار 24 ساعة، سواء المشافي التابعة لوزارة الصحة أو المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي. وأيضا كادر مشفى الرازي وعلى رأسه الإدارة أيضا يشكروا على الجهود المبذولة، لأنه مشفى الرازي ومشفى الجامع حقيقة المشفين الوحيدين في حلب الذين دائما يعانون من ازدحام شديد، كون أنه المشفين في مركز المدينة ويستقبلون من كافة أرجاء المدينة المصابين المواطنين من كل المناطق. وحملة اللقاح تشمل جميع مناطق مدينة حلب، وكل ما يبث عبر قنوات سفك دم السوري أنه لا أدوية في المراكز في المناطق الساخنة المراكز الصحية في المناطق الساخنة وأن الأدوية لا تصل إلى هناك، وهذا كله كذب. فطبعا كل الأدوية وأيضا اللقاحات وحبل أدوية حبل الليشمانيا تصل عن طريق الهلال الأحمر إلى كل المراكز الصحية، فاللقاح للجميع والجميع هم أبناء محافظة حلب بدون استثناء، وليس كما يبث عبر قنوات سفك الدم السوري بأن هناك منع لدخول الأدوية إلى كل المناطق التي تشهد توترا وتشهد تواجد لهؤلاء المرتزقة. على كل الجيش العربي السوري واصل عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي والمدينة. وإن أبدأ بخبر الذي انتهيت به حضرتك أحمد حول الخلاف والقتال الذي استمر لساعات متواصلة في منطقة الصاخور بين كتائب ما يسمى كتائب الأحرار وكتائب صقور الشام وما يسمى جبهة النصرة، والكثير فعلا عشرات القتلى. يعني كثرت الأحاديث حول طبعا الهدف الرئيسي لا مجال عن السرقات واقتسام السرقات، وأيضا حوالي تزعم الحواجز والهدف واحد هو للسرقة والنهب وإقامة الحواجز المهمة في المناطق الاستراتيجية لحتى نأخذ من اللي بيروح وبيعدي في تلك المنطقة. وأيضا بعض الأحاديث التي وردت وبعض المصادر أكدت أن هناك من بعض عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة من كان يريد أن يسلم نفسه إلى الجهات المعنية وبالتحديد إلى اللجنة الأمنية في محافظة حلب في مدينة حلب، وقاموا بتهديدهم ومن ثم قاموا بقتلهم فقط لأنهم أرادوا أن يعني يقوموا برمي السلاح والعودة إلى جادة الصواب. وهنا أؤكد كل ما يبث في المناطق التي تشهد تواجد لهؤلاء المرتزقة بأنه الجيش سيصفيكم، الأمن بده يقتلكم، لا أنتوا صرتوا بين نارين هلأ بدكم تضلوا معنا الأمن بموتوكم، هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا. وقد رأينا عشرات الحالات من قاموا بتسليم أنفسهم إلى اللجنة الأمنية وقاموا بالتواصل على رقم 102 وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، بل أكثر من ذلك تم تأمين العمل لهم وتأمين كل مستلزماتهم الصحية وأيضا مدوات بعض عائلاتهم، ولكنهم رفضوا أن يعني الوضع نحن كإعلاميين لا نريد أن نقتنص مثل هؤلاء المرتزقة الذين يقومون بتصوير الطفل المصاب إذا كان مصاب برصاص، هؤلاء المرتزقة يقومون بتصويره أنه من قام بإصابته هو الجيش العربي السوري. طبعا هناك بعض أهاليهم موجودين في تلك المنطقة ورأينا حالات قاموا بقتلهم فقط لأنهم قاموا بإعطاء رأيهم عبر التلفزيون السوري. ف عزفنا عن التصوير مع العائلات ومع الأهالي حفاظا على سلامة باقي أفراد عائلاتهم المتواجدين في المناطق الساخنة. أؤكد كل ما يبث عار عن الصحة جملة وتفصيلا، والأمور إن شاء الله إلى الأفضل. ويا من تريد أن تلقي السلاح
تفضل واهلا وسهلا بك. ورأينا حالات طبعا قامنا بتصويرها، واكبر دليل على ذلك الشاب البطل المغوار عبد الله عيد الذي كان من عناصر المجموعات الارهابيه المسلحه والان اصبح عنصرا في الجيش العربي السوري. هذا ردا على النفير العام الذي اعلنوه هؤلاء المرتزقه انه نحن عملنا نفير عام. تفضل ابناء حلب هم يريدون ان يدافعون عن مدينتهم، النساء قبل الرجال. على كل اسماء كثيره الارهابي من قتلوا في يعني هذه الاشتباكات بين عناصر مجموعات الارهابيه المسلحه وما يسمى جبهه النصره، ابراهيم مسلو الارهابي، عبد الله الجدلان الارهابي، علي هاشم الملقب بابن الشرطي، وايضا الارهابي عمر عكو، وايضا تم مقتل ما يسمى نصب حاله قائد شرطه، الله يحمي لقائد شرطتنا، لكن هذا من عناصر مجموعات الارهابيه المسلحه، سمى ما يسمى قائد شرطه حلب الرجل الثاني في جبهة النصرة في محافظة حلب وهو المدعو الإرهابي عز الدين الشرعي. أنتقل الآن إلى عمليات جيشنا الباسل في مختلف مناطق الريف الحلبي، أبدأ من خان طومان. الله الله على خان طومان، والله صور حصرية قريبا جدا على شاشة الفضائية ستريكم كيف يتوعدون الجيش وكيف قام الجيش بدعسهم تحت أقدامه بصور حصرية وخاصة على شاشة الفضائية. خان طومان شهدت اليوم عدة عمليات، القراصي كذلك الأمر، الراشدين عند المقالة وطريق أورم، وعملية تحسب لنسورنا البواسل، تدمير شاحنة قاطرة ومقطورة ليست محملة بالأدوية وليست محملة بالمساعدات وإنما محملة بمساعدات من العدوان الأوروبي الخليجي الأمريكي على سوريا، محملة بالذخيرة والأسلحة تم تدمير بالكامل بمن فيها من هؤلاء المرتزقة. خان العسل كذلك الأمر شهدت عدة عمليات عند مفرق هرشو، ومعلم الحلاوة والحقيقة نسيج من كل الجهات في منطقة خان العسل يحاولون بشتى الوسائل والطرق اختراق جبهة خان العسل، ولكن هيهات منكم أن تنالوا ما تريدونه. عناصر حراس الجمهورية العربية السورية والجهات المختصة واللجان الشعبية وكتائب البعث كلهم متمركزين في منطقة خان العسل، وأيضا سرية الاستطلاع كله أنا أسمي بالأسماء لأنهم ترفع لهم القبعة لهؤلاء الجنود، جنود الجيش العربي السوري. ماير كذلك الأمر شهدت عملية عند الجامع ومفرق القرية، فيما انتقلنا إلى منخ. الآن منخ أصبحت غائبة عبر وسائل سفك الدم السوري لأنهم فقدوا الأمل من منخ، لأنه يقتل منه العشرات ويحملوا بالقلابات، هي صارت كلمة يغدوها عبر قنوات سفك الدم السوري إنه الإعلام السوري يقول قلابات، والله بالقلابات في مطار منخ ومحيط مطار منخ وفي منطقة العلقمية أيضا. حيان شهدت شمال المقبرة عملية، وأختم بمنطقة عندان التي شهدت عدة عمليات في منطقة المدارس، أسفرت كل هذه العمليات عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف هؤلاء المرتزقة بين قتيل ومصاب. أنتقل إلى المدينة، واليوم نسون البواسل أبدعوا الحقيقة في منطقة الليرمون، تدمير استهداف رتل لسيارات المرتزقة وتدمير 4 سيارات بمن فيها من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. الشيخ سعيد ننتقل إليها، شهدت عدة عمليات بالقرب من معمل إسمنت، يحاولون أيضا أن يقومون باختراق معمل إسمنت ولكن هناك حصن حصين، من هو بداخله؟ الجيش العربي السوري والجهات المختصة لن تستطيعوا أن تدخلوا إلى هذا المعمل، وإن شاء الله طريق المطار قريبا وقريبا جدا سينظف من رشد هؤلاء المرتزقة. انتقل لمساكن هنانو والتي ما زالت تشهد عدة عمليات، ويقولون يا أخي عمليات نوعية هي استهداف مباشر لهؤلاء المرتزقة الذين تدك أوكارهم فوق رؤوسهم ويقتلون بأعداد كبيرة. المدينة القديمة كذلك الأمر شهدت عدة عمليات، والجيش العربي السوري واصل عمليات فيها. هذا كل ما لدي، ودائما وأبدا تحت أقدام جيشنا الباسل يسقط ويسحق المحال، فتحية لنسورنا البواسل وتحية لآلهة الحرب في الجيش العربي السوري ولكل عناصر حراس الجمهورية العربية السورية وكل من يعمل على الأرض لصالح الوطن. عودة إليكما في الاستوديو. وشكرا لك جزيلا شادي حلوي مراسل الأخبار من حلب، شكرا جزيلا لك. صحيفة تانت بريس التونسية تؤكد مقتل طفل تونسي يكنى بالفاروق التونسي، كان يقاتل إلى جانب والده مع إرهابي جبهة النصرة في سوريا. والصحيفة تؤكد أن مصير الفاروق التونسي كان من نصيب طفل آخر من ليبيا يدعى أحمد أبو مدين، قدم أيضا مع والده للقتال في سوريا.
في دليل جديد يوثق إقدام المجموعات الإرهابية المسلحة على تجنيد الأطفال واستغلال براءتها في أعمالها الإجرامية في سوريا، كشفت صحيفة تانيت بريس التونسية من جديد عن مقتل طفل تونسي في سوريا ويبلغ من العمر 10 سنوات فقط ويكنى بالفاروق التونسي. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها في التيار السلفي التونسي أن الطفل كان بصحبة والده الذي يقاتل في صفوف جبهة النصرة الإرهابية، وقتل جراء عملية للجيش العربي السوري ضد أحد معسكرات المجموعات المسلحة التابعة لها. الطفل المكنى بالفاروق التونسي هو ليس أول طفل يصطحبه والده للقتال معه ويلقى حتفه في سوريا، فمنذ أيام عدة تناقلت شبكات موالية لجبهة النصرة خبر مقتل الطفل الليبي أحمد أبو مدين 12 عاما وهو من مدينة درنا الليبية، وذلك أثناء مرافقة والده في إحدى العمليات الفاشلة في ريف حلب. وإلى جانب الأطفال نقلت الصحيفة أيضا عن قيادي وصفته بالبارز في تنظيم أنصار الشريعة بتونس قوله إن التونسي علي السعيدي والذي يدعى أبو يحيى لقي حتفه أيضا في حلب إلى جانب إرهابي تونسي آخر كشفت صحيفة الشروق عن مقتله ويدعى أمير النفزي وهو من دوار هيشر المدينة نفسها التي شهدت مقتل عدد من أبنائها الذين تسللوا إلى سوريا عبر الحدود التركية وانضموا إلى مرتزقة النصرة فيها. صحيفة الشروق ووسائل إعلام تونسية تنشر بشكل شبه يومي معلومات عن مقتل إرهابيين تونسيين في سوريا منتمين إلى جماعات مختلفة، ما يؤكد اعتماد هذه المجموعات على عناصر لا علاقة لهم بسوريا ولا هم لهم سوى القتل والتدمير مقابل حفنة من الأموال تمنحهم إياها شبكات تعمل على تجنيدهم مقابل عمولة قدرها 3000 دولار عن كل شاب تونسي تنجح في تجنيده، وهذه الأموال في معظمها واردة من مشيخة قطر حسب ما كشفته صحيفة الشروق ووسائل إعلام تونسية أخرى. في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية خرج أبناء جاليتنا بمسيرة حاشدة دعما لبلدهم الأم سوريا، هذا وطن التسامح والمحبة الذي يتعرض لغدر كبير يحمله الإرهابيون من كل الأصقاع. أكد المشاركون أن الوطن سيبقى عصيا على المؤامرات وأن سوريا ستبقى قلعة الصمود والتحدي، مشددين على تضامنهم مع أبناء شعبهم في الوطن لمواجهة الإرهاب والمؤامرة الكونية التي يتعرض لها. كما نظم أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة ومشاركة عدد من الجاليات العربية نظموا مسيرة حاشدة في شيكاغو دعما لسوريا ولمواجهتها للإرهاب. أكد المشاركون في المسيرة دعمهم للحوار الوطني ليساهم الجميع في بناء سوريا وإعادة الإعمار فيها، مجددين وقوفهم صفا واحدا إلى جانب القيادة في الوطن ومشيدين بتضحيات جيشنا العربي السوري. كما ندد أبناء الجالية بمواقف الدول الغربية والأمم المتحدة من الأزمة، مجددين تضامنهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سوريا في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها. وفي بلغاريا أيضا يثبت السوريون في كل مناسبة أنهم الأقدر على إيصال صوتهم الحقيقي في نبذ الإرهاب وداعميه. ففي صوفيا احتشد أبناء الجالية العربية السورية بطلبتها في بلغاريا مع عدد من المتضامنين مع سوريا ضد الهجمة الشرسة الموجهة ضدها في وقفة تضامنية أمام ممثلية الأمان العام للأمم المتحدة لتسليم رسالة إلى الأمم المتحدة للتعبير عن استيائهم من مواقف بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعادية لوطنهم الأم سوريا ومحاولاتهم تدميره بطريقة أو بأخرى. وأكد المجتمعون أن قيام بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم وتسليح المرتزقة بالمال والسلاح هو ما يطيل من عمر الأزمة في سوريا وبالتالي سفك المزيد من دماء أبناء الشعب السوري، معتبرين أن ما يتحمله أبناء الشعب السوري من حصار اقتصادي ومعاشي يأتي نتيجة قراراتهم الجائرة. وأكد أبناء الجالية والمتضامنون وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري صاحب الحق الشرعي والتاريخي في الدفاع عن وطنهم. وصلت القوات المسلحة العراقية ملاحقتها للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في محافظات عدة من العراق، وقامت باعتقال عدد كبير منها إضافة إلى ضبطها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. مع إعلان وزير العدل العراقي بلوغ حصيلة الاقتحام الإرهابي لوزارته 30 شهيدا و50 جريحا، واصلت القوات المسلحة العراقية مطاردتها لفلول تنظيم القاعدة الإرهابي في عدة محافظات.
وكشفت عن اعتقال 44 إرهابيا والعثور على مخبئين للأسلحة والمتفجرات قرب الشريط الحدودي السوري العراقي. ففي محافظة بابل اعتقلت قوة مشتركة من الجيش والشرطة 9 إرهابيين في منطقة الخضر والبحيرات. وبينما أعلن لواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية عن اعتقال 5 من عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي الحلة والموصل. كشفت شرطة محافظة كربلاء عن اعتقال 24 إرهابيا في عدة عمليات دهم شملت جميع نواحي قضاء الهندية. وفي ناحية البغدادي ألقت قوة من الجيش العراقي القبض على 6 إرهابيين وعثرت على مخبأ لكميات كبيرة للأسلحة والمتفجرات في قضاء عانة القريب من الحدود السورية العراقية. وتمكنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية من العثور على مخبأ آخر عند مشارف قضاء ربيعة، وضم المخبأان قذائف مدفعية ودبابات وقنابر هاون ورشاشات ومواد شديدة للانفجار. نادية العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد. وإلى فلسطين المحتلة، فانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة تتواصل، حيث اقتحمت نحو 60 جندية بزيهن العسكرية المسجد الأقصى في ظل وجود شرطة الاحتلال بالمكان. أذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى أن هذه المجموعة قامت بالتجوال في باحات ومرافق المسجد المبارك، وفي الوقت نفسه اقتحمت مجموعات أخرى ومتتالية من المستوطنين المسجد من باب المغاربة. أما في نابلس بالضفة الغربية، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بالمدينة واحتجزت بعضا من سيارات الفلسطينيين، في حين أكد أوري أرجيل وزير استيطان الاحتلال الإسرائيلي الجديد أكد عزم حكومته على الاستمرار بتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن حكومته خصصت الجزء الأكبر من خططها لعمليات إقامة المستوطنات في صحراء النقب في الجنوب والجليل في الشمال. تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وجماعة الإخوان وقوات الأمن أمام المقر الرئيسي للإخوان المسلمين في منطقة المقطم في القاهرة، وردت قوات الأمن على المتظاهرين بالغاز المسيل لدموع، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الصحفيين لديها تم ضربهم من قبل عناصر جماعة الإخوان. وفي سياق متصل، دعت أحزاب وحركات سياسية مصرية إلى المشاركة في مليونية رد الكرامة الجمعة القادم أمام مقر الإخوان المسلمين في المقطم، ردا على اعتداءات ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين على المحتجين والصحفيين والنساء، وتحت شعار يسقط حكم المرشد. وإشارة الأحزاب إلى أن المظاهرة رسالة سياسية واضحة إلى الداخل والخارج أن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى والحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون. أعلن سيرجي ليبيدييف رئيس المكتب التنفيذي في رابطة الدول المستقلة أن تفاقم خطر الإرهاب والتطرف في بلدان الرابطة يتطلب اعتماد تدابير أكثر فعالية في مكافحة هذه الآفات. أكد ليبيدييف في تصريح بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يعقد المؤتمر الدولي لتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الإرهاب، أكد على أهمية صياغة قواعد قانونية لمكافحة الإرهاب على أراضي دول الرابطة، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لتأسيس إطار قانوني خاص بها وكذلك لتجديد التشريعات في هذا المجال. حذرت الصين من خطط الولايات المتحدة لتعزيز الدفاع الصاروخي في مواجهة ما وصفته باستفزازات كوريا الديمقراطية، وأكدت بكين أن هذه الخطط ستكون نتيجتها الوحيدة هي إذكاء العداء، داعية عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي الولايات المتحدة إلى التصرف بحكمة لتجنيب المنطقة التوتر المتزايد. وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أعلن الجمعة الماضي عن خطط لتعزيز الدفاع الصاروخي الأمريكي لمواجهة ما وصفه باستفزازات غير مسؤولة وطائشة من كوريا الديمقراطية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. اللجان الفرعية في المحافظات تستكمل لقاءاتها التشاورية مع الفعاليات السياسية والأهلية تمهيدا لإطلاق الحوار الوطني الشامل.
الحلق يؤكد الإعلاميين والسياسيين ومفكرين روس عمق العلاقات السورية الروسية وتميزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. إيران: الغرب أدرك أنه لن يستطيع كسر إرادة سوريا وندعم مسار الحكومة لحل الأزمة سياسيا. وسط اللهاث الفرنسي البريطاني لتجنيد مرتزقتها وتسليحهم، أستراليا تدرج جبهة النصرة على قائمتها السوداء للإرهاب. عم نخدم الشعب هذا، إن هذا. طيب هالعالم ما بده تحكي؟ بلدنا هذا. صناديد قواتنا يواصلون مهامهم في بسط الأمن والأمان، وورشات أعمار ما دمره الإرهابيون تسارع خطاها. منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا: الحكومة السورية تقوم بجهود مقدرة لتأمين احتياجات المتضررين من الأزمة التي يجب حلها سياسيا. مجندات الاحتلال الإسرائيلي يدنسن الأقصى المبارك، ووزير استيطانه يتوعد بزيادة رقعته. مجلس الشعب يستأنف جلسته الخامسة برئاسة فهم حسن نائب رئيس المجلس، ويناقش مشروع قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان إضافة إلى قضايا خدمية وصحية. جلسة جديدة لمجلس الشعب خصص القسم الأكبر منها للاستماع إلى أسئلة أعضاء المجلس الشفهية حول قضايا خدمية متعددة. وطالب أعضاء المجلس عن المحافظات الشرقية، طالبوا الحكومة بتبني الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وخاصة القروض الزراعية وإعادة جدولتها وإعادة النظر بتمويل الفلاحين وتوفير السماد وبذار القطن كونه من المحاصيل الاستراتيجية. صار نقاش حول موضوع قرار الحكومة حول عدم تمويل زراعة القطن. يعني احنا نقول هذا القطن يقدم فرصة عمل لآلاف الناس، وإحنا الآن بأمس الحاجة لفرص العمل. ممكن في صعوبة بتأمين السيولة، إحنا مع أنه السيولة مثلا تتأجل ما تعطى بالدفعة هاي أو بالدفعة الثانية، أو حتى لو ألغيت السيولة يعني أمر منقول، أما أنه ندفع قيمة المواد المفروض الحكومة تدعمنا عينيا. طالبنا السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر فيه وتمويل الأخوة الفلاحين بالبزار والسماد، خلافا لما هو وارد بقرار المجلس الوزراء. نحن الآن بأزمة حربين اقتصادي وحرب شوارع، فنحن بحاجة للشعب، واللي وقف في صامدا في هذا الوطن هو الطبقة الفلاحية والناس الفقراء وليس الأغنياء، أهل الكرامة الفلاحين. فلماذا يصدر قانونا بإلقاء زراعة القطن وعدم التمويل؟ وزير الصحة الدكتور سعد النايف أجاب على أسئلة الأعضاء المتعلقة بواقع القطاع الصحي، موضحا أن 80% من التجهيزات الطبية تستورد من الخارج، ونتيجة للحظر الاقتصادي الظالم المفروض على الشعب السوري لم تتمكن الوزارة من تأمين هذه التجهيزات. وبعد إعادته إلى لجنة الخدمات وإجراء التعديلات اللازمة على عدد من مواده، ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سوريا. قانون الخزانة اليوم يلمس كافة المتطورات الحالية على مستوى أطباء الأسنان المتقاعدين والمتوفين، بما يضمن حقوقهم التقاعدية، بما يضمن حقوق خزانة التقاعد بما لديها من أموال وممتلكات. وإلى جانب خططنا الخمسية، هناك حاجة ماسة لخطط استثنائية تقوم بحل الكثير من الأزمات التي تعرض لها البلاد، ما ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن والمواطن. على هذا علقت الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 19/3/2013. أخبار التلفزيون مجلس الشعب. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفدا شبابيا من مختلف شرائح المجتمع. حركة شباب الوطن يعتصمون أمام مبنى مجلس الوزراء تأييدا للبرنامج السياسي. شباب سوريا يعبرون عما يجول في داخلهم خلال وقفات تضامنية دعما للشعب والجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب. هذا ما فعلته حركة شباب الوطن بوقفتهم أمام مجلس الوزراء تأييدا للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا، وتنديدا بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السورية. علينا أن نتعامل بكل تسامح وأخوة وليس بكل بشاعة ووحشية لكي تبقى سوريا كما كانت قوية. لازم نكون إيد بإيد لوقف الدم
ولحتى ترجع سوريا مثل ما كانت بلد الأمان والسلام. أنا تونسية جاي أقول لكل الشباب التونسي، سوريا احتضنت التوانسة، احتضنت الأردنية، العراقية، كل العالم يعني، فليش لحتى نحن نجازية بهاي الطريقة؟ بكفي عنف، بكفي تبعثوا الدم والقتل على سوريا، بكفي قتل، بكفي ظلم، كثير انظلم شعبنا وكثير انظلمت سوريا. أوقفوا العنف، نحن هون بسوريا تعبنا، يعني ما في بيت سوري يخلو من شهيد، ما في بيت سوري يخلو من جريح. بصراحة نحن بحاجة لفترة راحة نرجع نعيد نسيج المجتمع السوري. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وخلال لقائه بالشباب أكد أنه يشعر بالأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل، كون الشباب هم عماد وبنات الوطن الحقيقيون، وخاصة أنهم الذين يسيجون سوريا بالعلم والمعرفة والمحبة والتسامح، والمدافعون عن الوحدة الوطنية وأمن واستقرار وطننا الغالي. وقدم الدكتور الحلقي عرضا للواقع الاقتصادي السوري وما تتعرض له المؤسسات الاقتصادية والخدمية والتنموية، وخاصة قطاع نقل النفط والطاقة الكهربائية، من عمليات تخريب وتدمير ممنهج على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على إعادة إعمار ما خربته هذه المجموعات الإرهابية من أجل تأمين المستلزمات المعيشية التي تعزز صمود شعبنا. وهناك إجراءات اتخذتها وستتخذها الحكومة لتعزيز استقرارها وتحديها للظروف. نحن منفتحون على كل القوى السياسية والأحزاب المعارضة، سواء كانت وطنية داخل الوطن أو مع الأحزاب والقوى أيضا السياسية الأخرى التي تؤمن بالثوابت الوطنية وتؤمن بالسيادة الوطنية وتؤمن بعدم التدخل الخارجي. نحن منفتحون حتى مع المسلحون السوريون الذين يرغبون بإلقاء السلاح من أجل الانخراط بالحياة المجتمعية الصالحة، وحققنا أيضا نجاحات في كثير من المحافظات السورية، نأمل أن تعمم هذه التجربة على باقي المحافظات. وعبر الشباب عن اعتزازهم بالحكومة التي حققت صمودها الاقتصادي التاريخي في وجه التحديات وعملها ضمن الظروف الاستثنائية، مؤكدين أن منظمات شبابية ستبذل جهدها لتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب السوري والمتمثلة بالمحبة والمصالحة ونبذ العنف والإجرام. وأكد الحلقي أن النصر قريب وأعداء سوريا سيخرجون مدحورين مهزومين. أعزائي المشاهدين، هبة بشاني تطلعنا على أهم الأخبار الاقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناقشت الدورة التدريبية التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي مجالات عمل اللجان المشتركة والاتفاقيات الدولية وأسس وآليات التفاوض. وتتضمن الدورة التي تستمر 3 أيام مواضيع السكوك القانونية والدولية وآلية إعداد وثائق التعاون الدولي، وعرضا حول أنواع اللجان المشتركة وتطبيق تمارين عملية، وعرضا نظريا حول التفاوض ومراحله. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن الدورة تهدف إلى تقوية قدرات كادر التعاون الدولي لدى الوزارة في مجال إعداد الاتفاقيات والتفاوض عليها والقيام بالإجراءات اللازمة وتبادل الخبرات المكتسبة والتعرف إلى آخر المستجدات في هذا المنحى. وقدمت ريما القادري معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا تركز حول السكوك القانونية والدولية وآلية إعداد وثائق التعاون الدولية. يشهد المصرف التجاري السوري بحمص حركة نشطة في جميع الخدمات التي يقدمها. على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والظروف الصعبة التي مرت بها مدينة حمص، يشهد المصرف التجاري السوري حركة نشطة في الإيداعات وجميع الخدمات المتعلقة بالمصرف التجاري، وهذا يدل على ثقة المواطن بمؤسساته الحكومية وتسهيل في معاملات الناس. جاي أودع مصاري لحساب البنك التجاري رقم 4. أنا جاي مشان بطاقة، تبديل بطاقة، انتهت مدة بطاقتي القديمة وضاعت، وهلا جاي ساوي بدل ضائع مشان استلم بطاقة جديدة. تسهيل يعني ما في 10 دقائق ربع ساعة بالكثير مهما كانت يعني الصعوبة. ما في أي عرقلة، والله البنك والمصرف ممتاز. جاي حطيت مصاري هلا بالبنك هون أودعت. على طول بروح وبجي يعني على التعامل مع البنك بشكل دائم. والله جاي اعمل بطاقه صراف.
عملتيها ولا لسه؟ عملناها والله يعطيهم الف عافيه، الخدمه ممتازه ما شاء الله. هون دائره المحاسبه مسؤولين عن عمليات تدقيق لكل عمليات البنك وتنظيم الميزانيه الشهريه بالاضافه لتحصيل القروض. الخدمات يعني نقدم للمواطنين سواء كان على الصعيد المتقاعدين والورثي والشركات كلها فتحت عندنا حسابات، صار بنكنا بنك مركزي. تعاقدت الاداره العامه مع شركه وراح تصلح جميع الصرافات وان شاء الله تتيسر امور الناس كلها. وعي المواطن وثقته بالليره السوريه دليل واضح على محبته وانتمائه للوطن بالرغم من كل الزيف والتحريض. ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنحو 9 نقاط عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 777,090 نقطة وبنسبة تغيير موجبة قدرها 1.15%. وأغلقت جلسة تداولات اليوم بحجم قدره 180,060 سهما موزعة على 81 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 15,626,000 ليرة سورية. وجاء قطاع المصارف أولا من حيث قيمة التداولات، تلاه قطاع التأمين.